محمد من الزقازيق، هتابع معاكم بعض المشاكل اللي حصلت. محمد اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. استاذ محمد ايه اللي حصل؟ يا استاذ وائل اللي حصل ان بالامس بقريه بوردين مركز الزقازيق الشرقيه. لا اقفل التلفزيون يا استاذ محمد او وطيه، عشان وطي التلفزيون. طب وطي التلفزيون وخليك معايا، بس خليك معايا. خليك معايا دقيقة واحدة، هسأل المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة. مهندس محمد أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ وائل. أهلا بيك. أستاذ محمد، لأنك أكثر قربا من الأستاذ حمدين صباحي، هنا الشائعات عن احتمالات انسحابه من انتخابات الرئاسة، هل هي قائمة ولا هذه الاحتمالات ليست قائمة؟ لا، هذه الاحتمالات ليست قائمة على أي نحو. يعني أكاد أجزم بما لا يدع مجالا للشك أن الأستاذ حمدين صباحي لن ينسحب من السباق الرئاسي. لا، لن ينسحب الأستاذ حمدين. طيب أستاذ محمد، يعني يهمني أسمع بعض ملاحظاتك على في كل الأحوال، يعني الخطوة اتخذت، لكن هل تعتقد بأن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وضعتنا في بلبلة؟ هي تقول أننا استجبنا إلى مناشدات المواطنين والأحزاب بأنه في تكدس أمام اللجان، هل وضعتنا في بلبلة أم أنه الخطوة صحيحة؟ لا طبعا وضعتنا في بلبلة.